والتجنب دائم بسبيل خدمة الصالح العام. وفقنا الله جميعا لما في خير بلادنا حتى نكون عند حسن ظن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. اللهم لنا الإيمان ذخرا وملاذا لهذه الأمة وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وقرعينه بولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن وشتى قصده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر الكفر أفراد أسرتك الشريفة إنه سميع مجيب والسلام عليكم. العقليات والتوفر على افضل الكفاءات ثلاثة دعامات اساسية الالتزام كمحرك لرئيس مختلف المسارات الدولية في هذا الاطار تم العمل على تنفيذ الدور النشوري لوالي جهة بوجود اتفاق وطني لا ترجمة ولا تمرد اداري بما يمكن من حلول الاهداف التنموية على المستوى الفرعي النجاح في تجسيد الاهداف المتوخاة من هذا الاطار يشكل مفتاحا اساسيا لكسب رهان الجهوية المتقدمة التي توجد الان في منتصف الطريق، حيث انه بالرغم من النتائج الاولية التي تم تحقيقها الا انه مع ذلك فالتحديات ما زالت قائمة ويحتاج تحقيقها الى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين من سلطات الادارية وجماعة ترابية وهيئات ادارية لا متمركزة وقطاع خاص وفعالية المجتمع المدني. نولي في هذا الصدد الثقة الكاملة لاداء الرجال والنساء ادارة ترابية وقدرتهم على مواجهة كل التحديات المطروحة ومن النتائج الايجابية التي يتم تحقيقها في عدد من الاوراق تخير دليل على ما يتمتعون به من روح المسؤولية في خدمة مصالح المواطنين وفق مقاربة قوامها الجدية والتفاني في العمل. المقاربة نحرص على إنصائها كثرة.